ده موضوع الانتخابات ده صراحة دي حرية شخصية. أنا سمعت إن هم مدخلين واحد فلاح ملوش في طول ولا في الطحين طبعاً، بيقول لي ده منتخب نفسه. يجي أي واحد يمسك البلد، أي واحد سوى الرئيس سوى غيره، أي واحد. إحنا ناس غلابة. انتهت انتخابات المهزلة بتاعت رئاسة الجمهورية سنة 2005 بفوز طبعا المخلوع، يعني احنا طبعا عارفين مين اللي كان معاه في الانتخابات، وكانت يعني مهزلة مش عايزين نتكلم عنها خلاص، احنا عايزين نتكلم في اللي جاي. كانت عملية إبادة جماعية للشعب المصري. أضافت مصر إلى العصر الحجري زمنا جيولوجيا جديدا يعيش فيه سكان عزبة بلال بالشرابية. بشر ساكنة هنا، بقالنا 50 سنة ساكنين هنا، طب هنمشي نروح فين؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل في الظالم. واحد غسيل الكلى وإيديك، نص البلد بتقف عندها بسبب المياه الملوثة. مشاكل المواطن المصري لن تنتهي طالما لا يوجد مسؤول يهتم بمشاكل المواطنين. فهل هناك من يسمع استغاثة الجالية المصرية في أبو النمرس؟ شبرمان والفيران والحاجات دي والجلة والوحلة والحاجات اللي احنا فيها ديت، لو الطاعون انتشر بقى من هنا من شبرمان. من 20 سنة هنا ومن الكبانيه في جنب الأوضة، مين اما بيحط من السرير للكبانيه ومن الكبانيه للسرير، كلنا في أوضة. 28 سنة في الكل، 28 سنة في الكل. احنا عايزين نشكل حد كده يكون مختص يقول العيال دي موجوده في تونس في ليبيا في ايطاليا، ما لاقينش احنا حد واصل. الوزارة نفسها اللي هو اللي حصل ده كله، عشان ده إهمال من الوزارة نفسها. لو كان في رقابة على المستشفى كانت تبقى في رقابة على البنج، كان في رقابة على الدكاترة نفسها اللي بتجري العمليات. الحكومة هي اللي عملت الأزمة دي، ما طول عمرها في 80 وفي 90. فين ال 80؟ ال 80 هو اللي اختفى، هم اللي خافوه. نيجي نقف في المحطة للزل وسواقين بتضرب بعديها، وبعدين احنا ما نقدرش على اللي هو بيخليه ده اللي هو ال 90، ما نقدرش. الزبون هو ما بقدرش اكلم الزبون. اول حاجه انا عايزه اقول حسبي الله ونعم الوكيل. تاني حاجه ان مستوى الاسعار وغلو حتى الزيت اللي الناس اللي هي المعدمه بتحمر بطاطس بتحمر بتنجان، ما حدش يقدر يجيب الزيت. بالنسبه للعيش حضرتك بتيجي عربيه الدقيق توقف الدقيق، العربيه التانيه بتاخد الدقيق وتروح تبيعه للفرن السياحي. فهو حضرتك دلوقتي احنا مفيش رقابه على الشيء. لحم البيتلو زي لحم الكندوز زي لحم الحمير، البهارات هي اللي بتداوي كل حاجه، بس في الاخر بترجع لضمير الكباب. مش حاسه بالامان. لما بطلب من راجل شرطه ان هو يحميني من واحد بيعاكسني يقول لي حد يشوف القمر ده ما يعاكسهوش. افضل حاجه هو الزواج المبكر، لان انت المفروض ان الواحد بيبتدي يتجوز وبعدين يبدا يفكر عشان يبني حياته ويبني مستقبله. احنا دلوقتي في مصر ما بنعملش كده، احنا الاول بنقعد نبني في حياتنا ونبني في مستقبلنا ونقعد نجمع في فلوس عشان نتجوز لما يبقى عندنا 35 سنه. تيجي البلد تيجي تبص فين الحي، فين الناس، الناس تشوف المناطق المعفنه دي، مش عارف ولا حتى لمن تناجي. إلى كل مسؤول تسبب في تدمير صحة المواطن المصري، إلى كل مسؤول تسبب في إهدار كرامة الإنسان المصري بجعله يعيش في هذه البيئة اللا إنسانية، اصنع ما شئت فإنك لم تستحي.